بالاستحقاقات الانتخابية سنتوقف اللحظة عند المشاركة المدنية للجمعيات في الموعد الانتخابي. هذا الموضوع كان محور اللقاء العلمي لمنتدى المواطنة والذي التأم بمدينة الدار البيضاء، لقاء للحوار والتشاور لاستشراف حصيلة ونتائج المشاركة المدنية في انتخابات 8 شتنبر. الروبورتاج لسعيد أجنا عبد الرحيم بوحدي. حصيلة ونتائج المشاركة المدنية للجمعيات في تنظيم الانتخابات وتأطيرها ومراقبتها موضوع ورشة منتدى المواطنة، والتي تهدف لاستثمار نتائج ورصيد ترشح الفعاليات الجمعوية في انتخابات 8 شتنبر. أنا تنقول بأنها تجربة جد مفيدة، لأن على الأقل أن هاد الفاعلين الجمعويين عرفوا السياسي كيف يشتغل، وممكن أنهم يندمجوا معاه ويراكموا يحاولوا أن هذه التراكمات اللي عنده في المجتمع المدني يفيد بها الحزب السياسي. هو الجمعيات أكيد أن العديد من الأدوار، من بين الأدوار ديالها هي الملاحظة الانتخابية، وقامت بهذه الامور هذا وفعلت تقارير لواحد المجموعه من المنظمات سواء وطنيه ولا دوليه. وبالنسبه كفعاليات جمعويه كانت هناك يعني مشاركه يعني كفعاليات جمعويه داخل المشهد الحزبي. من الدفاع على قضايا واولويات المجتمع المدني الديمقراطيه والتنمويه الى الملاحظه الانتخابيه، اهداف كانت في صلب اهتمام فعاليات المجتمع المدني طيله فتره الانتخابات. نحن اليوم من خلال هذا النقاش نشارك ايضا على مستوى المجتمع المدني، نشارك أيضا في تطوير وتعزيز الديمقراطية وفتح إطار للنقاش من أجل تقييم تجربة المجتمع المدني في هذه الانتخابات. المشاركة المدنية لجمعيات المجتمع المدني أبرزت نتائج إيجابية نظرا لمساهمتهم في تنظيم هذه الانتخابات من المواكبة إلى المراقبة. وننهي المسائية بهذا.